كابتن ايمن زين، عايز اسالك عن المنتخب، شايف ماتش الكاميرون ازاي؟ بس طبعا ماتش صعب جدا. الكاميرون على ملعبها مسانده جماهيريه من اول البطوله، ماشيين بشكل كويس جدا. طبعا مش هيضيعوا الفرصه من ايديهم ان هم يوصلوا للنهائي ويفوزوا البطوله، لكن ايا كان منتخب مصر ليه تقله، حتى لو المنتخب مش في مستواه العالي جدا، لكن منتخب مصر لا ليه هيبه بتظهر قوي وقت الشداد، ودي اللي شفناه في الفتره الاخيره. الناس كانت بتهاجم المنتخب، طبيعي ان الريتم يبقى متصاعد مع بدايه بنبدا بمستوى اقل، بعد كده بيعلى المستوى مع المباريات النهائيه. منتخب مصر دايما في الدورات المجمعه بيبقى له شكل مختلف عن المباراه الواحده. فدايما احنا ده اللي خلانا وصلنا لسبع بطولات في الدورات المجمعه، ان شاء الله ممكن تتحقق البطوله. الماتش يعني مع الروح ومع العزيمه ومع الاصرار مش صعب ان احنا نحقق البطوله، لكن لو ما حصلش انا بشكر المنتخب. بشكر يعني المنتخب، مشكله خالص، يأدوا بشكل طبعا كويس طبعا طبعا، الكره والتوفيق بتاع ربنا طبعًا. يعني بقول للناس بس يا ريت يا جماعه، احنا عندنا نجم كبير جدا 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 اسمه محمد صلاح، كلنا لازم نتباهى بيه ونفتخر بيه انه موجود في مصر والعالم كله فرحان بيه. احنا بننتقد، معلش يعني بننتقد مين؟ ده الراجل بيقيمه يعني اكبر مدربين فنيين في العالم، اعظم ثلاث لعيبه في العالم دلوقتي ما شاء الله، ربنا يحميه ويحرسه ودايما مشرف لنا. تعالى كده نتوقع تشكيل سريعا كده للمنتخب. لو ابو جبل ما لعبش هيلعب محمد صبحي، حجازي خلاص هيبقى محمد عبد المنعم، والونش تقريبا هيلعب، والونش هو بيقول الونش سليم، ولا ايمن اشرف وال شايف وسط محمد عبد المنعم؟ لا انا شايف وسط الكور العرضيه، لانه منتخب الكاميرون منتخب الكاميرون بيلعب كره عرضيه كبيره كتير جدا، ومميزين في ضربات الراس، فشايف الونش هيبقى اشرس شويه. فتوح وعمر كمال عبد الواحد، كمال حمدي فتحي خلاص رجع، هو هيلعب بثلاثه، حمدي والسوليه والنني هو هيلعب بثلاثه، حمدي وسوليه ومرموش، صلاح ومرموش ومصطفى. بس انا ممكن يعني لو شخص انا ممكن العب محمد شريف، محمد شريف هيبقى سرعات متحرك وهيبقى سرعات ان انت هتحتاجها دايما، هتبقى مضغوط فهتلعب على السرعات الموجوده. مصطفى هو ما بيلعبش شريف خالص، مصطفى برده مش موفق شويه يعني، غايب عنه التوفيق شويه، فمحتاج طريقه لعبنا بنلعب على صلاح والسرعات والحاجات دي، فما فيش كوره عرضيه كتير لمصطفى برضه، ممكن برضه فالسرعات ممكن مع صلاح ومع شريف تفرق. شايف ان يعني كابتن ايمن زي ما بيقول ان شريف من وجهه نظر كابتن ايمن هو الانسب لبدايه، لكن هو قراره لان هو اللي عايش مع اللعيبه طبعا. طب.